عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن الانتي روماتيك دراج اللي هي عبارة عن الدي دي ام اي ار بي ار بي اس اللي هي يعني ايه؟ يعني اللي هي الحاجات المتخصصة للديزيز موديفايد انتي روماتيك ديزيز. خلاص انتي روماتيك ايه دراج. طب ايه هو اصلا الروماتيزم؟ والناس اللي بيجيلها الروماتيزم ده بيجيلها ازاي؟ وهي ايه الكومبليكيشنز بتاعت الشخص والحوارات دي كلها؟ قبل ما ابدا انا حابة امشي في السيكونس دوت. لو انتوا عندكم اي اقتراحات او السيكونس اللي انا بشرح بالطريقه ديت مش عاجباكم او محتاجين نوتيفيكيشنز او اي حاجه مضايقاكم ابعتوا لي في اي لحظه، سواء بقى عن طريق الايميل او عن طريق كومنت تحت في الفيديو. وان شاء الله باذن الله هنشتغل عليه، او حتى كمان في الفورم اللي انا كنت منزلاه قبل كده. خلاص، فببساطه انا سام، احنا دلوقتي باذن الرحمن هنمشي ازاي. اول حاجه هشرح على البورد الوايت بورد العاديه، خلاص زي سمري سريعه جدا المحاضره. بعد كده كل كلمه موجوده في السلايد عشان يفهمها كويس جدا، يبقى انت ذاكرت وحفظت وكل حاجه. واخر حاجه اجيب لك فيديو العمليه كلها، ملخص لك كل الحوارات مع بعضها دايجرام كده، بحيث يجمع لك اخر ايه الكلام. يعني كانك بتسمع محاضره 3 مرات باذن الله في وقت قليل، تفهم كل حاجه باذن الرحمن. بس قبل ما نبدا، حابه نبدا بدعاء مذكر زي ما احنا متعودين. اللهم انا نسالك في النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المكرمين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكر رحمتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما قرات وما فهمت وما حفظت وما احفظ وما افهم وما نطقت وما سمعت وما كتبت وما رات عيني، فردوا لي حين الحاجه الي وردوا لي يوم العرض عليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اول حاجه هنبدا يعني ايه كلمه روماتيزم. يعني ايه كلمه روماتيزم؟ يعني حد عنده روماتيزم؟ ايه الروماتيزم دوت؟ والله قال لي روماتيزم ده عباره عن ايه؟ عباره عن مرض. طب ده عباره عن مرض ايه؟ مزمن على طول ما لا نهايه. طب ايه السبب بتاعه؟ قال لي والله بصي احكي لك قصه صغيره خالص، يا ريت تسمعيني للاخر. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان في قديم الزمان، ويحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان عندي سبستنت اسمها الارجينين، ده عباره عن بروتين كلنا عارفينه جوه جسمنا، بيحصل له ميتابوليزم بيتحول لاستيتولين. ده في النورمال بوزيشن او النورمال بيرسون عادي جدا. طب وبعدين الستولين دوت ممكن يمسك مع بروتين عادي جدا، بروتين طبيعي جوه جسمي وكل الحاجات ده في النور. طب المشكله عندي يحصل لي امتى؟ الشخص دوت عنده بروتينات بتاعته دي مختله شويه، يعني عندها عارف فكر الحاديه، او عندها بصراحه يعني حاجات عبيطه كده في دماغها، عندها شويه صراصير في دماغها. فالمهم مسك فيه الستولين يا عيني مع البروتين العبيط دوت المجنون، فجسمك ما تعرفش عليه لان هو شاذ عن الايه القطيع اللي ماشي فيه، او شاذ عن الجسم بتاعه. حلو، جسمك ما تعرفش عليه، فيبدا يعمل لك ايه؟ نون سيلف ايه بروتين. يعني ايه نون سيلف بروتين؟ يعني جسمك اعتبره حاجه فوجن بودي. طب لما هو اعتبره فوجن بودي، هو اصلا بيحب الحته دي بقى بتحصل امتى؟ اللي هو الارجينين يتحول لستولين، والستولين يمسك مع بروتينات حاجات ليها علاقه بقى بالجيناتيك، حاجات بقى ليها علاقه بالجيناتكس ديزيز اند سو اون. وبصراحه المهم يحصل تغير عن الطبيعي والكلام ده كله، فكل ده بيحصل حوالين جوان. بيحب جدا جدا السمون جوان، وبيحب الفيميل قوي، هو بيعشق الستات، شخص ملزق. وكمان بصراحه بيحب الايه الحاجات الصغننه، بيحب الستات الصغننه، ما بيحبش الستات الطويله ولا التخينه ولا الكبيره ولا اي حاجه، لا الحاجات الصغيره. بفتكر كده بيكون مكون في الفيميل اكتر من الايه من الميل، وبالصراحه بيحب الجوان الايه الصغيره، بيروح يمسك فيها. فبالصراحه عامل لك الحاجات ديت، فجسمك اعتبرها حاجه غريبه. طب مين يتحفز عن جميل؟ يبقى انا هعمل ايه بالصدفه؟ هعتبر ان ده جسم غريب، شاف جسم غريب جوه جسمي. مين بقى حبيب قلبنا اللي موجود بره اللي عماله تطلع لك لسانها ديت؟ الخلايا المناعيه. الخلايا المناعيه المجنونه بتاعتنا دي تقوم جايه بالصدفه عامله ايه؟ خلايا بقى مناعيه الماكروفاج تبدا تطلع لك الايه المواد بتاعت الاميون الانفلاميشن ميديتورز زي التيومر نيكروزس فاكتورز بروتين الالفا، يطلع لك بالصدفه اللي هي الحاجات تبع البيتا سيل انتي انفلاماتوري، يطلع لك بالصدفه الانتركيلونز 1 انتركيلون 2 اند سو اون، يطلع لك سايتوكاينز، يطلع لك بقى انفلاماتوري سيل اللي موجوده ايه بالصلصه حوالين الجوين. يا نهار ابيض، انفلاميشن هنا هيصه هنا خناقه، يبداوا يعملوا خناقه وعركه، ويا عيني مين اللي بيتمرد في الاخر ويتالم؟ هو ايد الشخص دوت ربنا يعافيه بحق لا اله الا الله. يبقى اتفقنا اللي هو عباره عن كرونيك ديزيز اول حاجه. تاني حاجه بس بيحب السمول جوين، واكثر كومن في الفيميل عن الايه الميل، وبيحب جدا جدا الادلت. هو شخص ادلت فبيحب الناس الادلت، ما بيحبش الناس الصغيره. وبيبقى سيماتريك. يعني ايه سيماتريك؟ يعني والله لو هيحصل في ايدي اليمين هيحصل في ايدي الشمال، خلاص سيماتريك يعني بيحصل في ايد الاثنين. طيب هل هو بس في الحته الروماتيزم؟ لا والله، ده بالصفه انت اصلا قلت لك ايه السبب بتاعه. هتقول لي حاجه اوتو اميون. يعني ايه حاجه اوتو اميون؟ جسمك المناعي اتحفز ضد بروتين كان طبيعي اصلا. انت كان انت جسمك انت شخص عندك، يعني انت دلوقتي كشخص ما عندكش الروماتيزم، بالصفه بيتكون عندك عادي جدا الستولين مع البروتين، يعني انت شخص طبيعي جدا بيتكون كده، ولكن البروتين بتاعك الجسم بيتعرف عليه. طيب انا جسمي دلوقتي اعتبره حاجه غريبه، اعتبره ان هو شاذ، اعتبره ان هو واحد ارهابي. طب بالصفه يبدا يهاجمه. طب هيهاجمه ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق إيه الحاجات اللي
المناعه بتاعتي ماكروفاج والنيتروفيل والبيزوفيل ان سو اون، فبالصصه بيبدا تطلع لك الفيلمات ميدييتور زي السيتوكاين زي التيومر نيكروزس فاكتورز زي بالصصه انتركيونز 1 و2 وهكذا ان سو اون. خلاص يبقى احنا عرفنا الجنرال كاركترستيك بتاع الروماتيزم وعرفنا ايه السبب بتاعي، بسبب اللي هو الاوتوميون ديزيز نتيجه الهجوم بتاع الجهاز المناعي بتاعي سواء السيتوكاينز او التي ان اف الفا الانتركيونز بالصصه نفس الكلام، نتيجه ان انا اعتبر البروتين بتاعي ده حاجه غريبه وعرفنا اللي بتحصل في الاثنين اللي ايديك الاثنين ان سو اون. حلو طيب جميل. طيب الشخص هيجي يشتكي لك ايه؟ يا دكتور انا ايديا والله الصبح ما بكونش قادر احرك مفاصلي. يقول لك انا صوابعي كلها الصبح اول ما اصحى، اشمعنى الصبح؟ بيكون الجهاز المناعي لسه بقى مصحصح كده، بقول لي يا صباح الخير، يبقى بصصا بيكون في اتاك عالي جدا، فبصصا بيكون عندي فين وفين عقبال ما اقدر احرك ايه صوابعي. طيب عرفت انت خلاص الشكوى بتاعته وعنده وجع كتير قوي في المفاصل بتاعته ان سو اون، خاصه مصابع مفاصل ايديه ورجليه. طيب هتيجي تروح تعمل له دايجنوزز ازاي؟ اهم حاجه تعمله على طول اكس راي. لو شفت الاكس راي هتلاقي الاكس راي بتاعه المفاصل بتاعته كانها متاكله او محدود، يعني ايديه محاوده يمين وتسقن، فبالصوص ده هتلاقيه بايظه مفاصله بمعنى صح. دي اول حاجه. ممكن تعمل دايجنوزك تاني عن طريق حاجه اسمها الايه، حاجه اسمها الروماتيك فاكتورز بنسمها كده. لو عامل دايجنوزس للروماتيزم يبقى انا عامل ايه، هجيب عامل دايجنوزس للروماتيك فاكتورز، ده دايجنوزس نون سيلكتيف. 80 لو هو عنده الشخص دوت اللي هو عنده روماتيزم، فبالصوص ما هيطلع لك 80% هيطلع لك بوزيتيف. طب لو هو مش عنده يبقى هتقوم نيجاتيف. بس انا هقدر اعتمد عليه بس؟ لا. قال لك طب ماشي، مين اللي اقدر اعتمد عليه فعلا واقول للشخص ده خلاص روماتيزم؟ وبالصوص ما ابدا بقى الخطه بتاعه التريتمنت بتاعتي اللي انا لما اعمل دايجنوزك للايه للانتي بودي بتاعتي، يبقى ما اروح اشوف الانتي بودي بتاعه الروماتيزم. دي حاجه سبيسيفيك جدا، يعني انت اصلا ده جهاز مناعي، يعني بيطلع لك انتي بودي، بيطلع لك سايتوكاينز، بيطلع لك انتركيونز ان سو اون. فبالصوص لو انا عرفت الانتي بودي بتاعي يبقى اعرف على طول ان انا عندي هنا روماتيزم ولا لا. ده كده بالنسبه للدايجنوز. حلو، يبقى انت عرفت السبب، عرفت هو ايه، واصلا عرفت بالصلاه والسلام ال اللهم صل عليك وسلم ازاي تعمل له دايجنوزس وايه الشكوى بتاعتي. طيب جميل جدا، ده كده بالنسبه للدايجنوزس. احنا اوريدي قلنا الثلاثه بسز اللي عندي. طيب التريتمنت بتاعتي، والله خطه التريتمنت بتاعي مش فازلكه خالص مننا ولا وجع دماغ خالص. ايه هو؟ اول حاجه انت عايز توقف لي الانفلاميشن، حاجه مسكنه، المسكنه للايه؟ للالام. ليه؟ لان الشخص ده بيصوت مش قادر، مفاصله بتوجعه جدا. فانت اول حاجه عندي هتعالج السيمتومز بتاعتي، حاجه سيستماتيك سيمتومز هتوقفها خالص عن طريق انت تديله بقى المسكنات زي بقى النسيد نون انفلاماتوري ميديتور دراج، زي الكورتيكوسترويدر، الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. تمام، طيب ده جميل جدا وخلصنا منها. طب انت بقى دلوقتي قلت لي والله المشكله بتاعتي المناعه بتاعتك اتجننت، وشايفه ان الشخص طبيعي جدا، ولكن بسبب ان هو عنده مثلا افكار مختلفه او ايا كان اعتبرته جسمه غريب، فبدات تعمل له اتاك، فبدات تعمل حرب، فبدات تعمل انفلاميشن، بدات تعمل لك الم ان سو اون. فبصص المشكله كلها منين؟ بسبب جهاز المناعه العبيط بتاعي اللي مش فاهم بصص ان ده بروتين ومش قادر يميزه، اللي عماله تطلع لك لسانها، فتبدا تضرب فيها وتبدأ تضرب لك في الخلايا بتاعتك. طيب يبقى انا بصص معالج البتاع ده ازاي؟ عن طريق نوقف المناعة. يبقى هي مش كيمياء خالص، والله هوقف حاجه تقلل لي الالم، خلاص حاجه مسكنه، وتاني حاجه تقلل لي تعمل لي اميون ايه انهيبيشن او اميون سبريسنت. حلو، هناخد كام اكزامبل، 8 ولا مش عارفه كام بالصلاه والسلام الاكزامبل دول، مش عايزاك تتخض خالص، عايزاك تاخد نفس عميق كده وتصلي على النبي عليه السلام، وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. خلاص هنقول كل واحد عليهم كلمتين اتنين وكده فله ايه، خلصت معانا المحاضره. تمام، طيب اول حاجه عندي النيورو دراج. انا حابه ابدا بالنيورو دراج لان دي الفيرست لاين، ودي اكتر حاجه يعني موست افكتيف، ودي بلجا لها، بس هي مشكلتها انها اكسبنسيف قوي، فانا مش هلجا لها اول حاجه، يعني هلجا للعيال التانيين دول. العيال التانيين دول رخيصين، يعني انا بحب الجا للحاجه الايه الرخيصه عندي الاول، زين بعد كده بالصلاه ببدا بقى للايه اروح للغالي. بس انا هبدا بالغالي عشان انا بحب ابدا بالغالي، فخلاص. بس خلاص ده مش الفيرست لاين، ده اكتر حاجه افكتيف اوكي، ولكن بالصلاه مش الايه مش الفيرست لاين عندي. انا ببدا الاول لو الشخص تمام مش مشكله، لان هو الكوست بتاعته عاليه، فبالصلاه ابدا بقى في الحاجات الخفيفه والرخيصه، لو ما جابتش علاج ابدا بقى اخش على النيو دراج. طب النيو دراج اول حاجه عندي كاتيجوري كلمه ماب، ايه هي الماب ديت؟ قال لي والله انت مشكلتك جهاز المناعي المجنون بتاعك. حلو، طب نتيجه ايه؟ بتطلع لك التي ان اف اللي هو النيكوزس فاكتورز بروتين، وبالصصه بتطلع لك الانتركيونز، وبتطلع لك سايتوكاين والحوارات دي كلها. جميل، طب انت لو رحتي وقفتي لي الحاجات المواد اللي بتطلعها لك، بوظتي المواد اللي بتطلعها لك، او بوظتي الخليه اللي بتطلعها لك، او ايا كان، منعتي المواد دي انها تطلع لك، منعتي الخناقه تطلع لك، منعتي الانفلاميشن تتكون، هيحصل عندك حاجه؟ لا خلاص ما هيحصل عندك حاجه. هو ده اللي بيعمله الماب ده، متخصص للايه؟ للتي ان اف اللي عندي، التي ان اف فاكتور بروتين اللي هو عباره عن التيومر نيكروزس فاكتور بالصلاه على النبي. عندي زي حاجه اسمها الادينولاب، خلاص الادينولاب، خلاص اديك كده بقول لك اديك ماب، خلاص اديك ماب. ده بالصلاه بيروح يعمل ايه؟ شايف الجوين بتاعتك الجميله دي؟ اه، مش الجوين دي
النكروزس فاكتورز والحاجات اللي هي بقى تبع الانفلاميشن وهكذا بتروح تعمل لها اتاك وتبوظها لك. ايوه طيب هي اكيد بتمسك في ريسبتورز موجود جوه جوه الجوين. جميل. فبص حسام قال لك خلاص انا هريح دماغي خالص واروح ايه اوقفها. يبقى الماب دوت بيروح يمسك في الريسبتورز اللي بتمسك فيها تي ان اف فاكتورز اللي بتعمل لك ديستراكشن فيها اللي هو الادينو ماب. فبص حسام هتعمل لك ان التي ان اف هيجي يخش مش لاقي مكان يمسك فيه فبص حسام مش هتحصل لك الانفلاميشن. يبقى ده كده اول ميكانيزم عندي للادينو ماب. يبقى ده مونو كلونا. كلمه ماب دي اختصار اصلا ايه؟ لمونو كلونال انتي بودي. يعني ايه؟ يعني دي انتي بودي لحاجه يا اما اخليه يمسك في الجوين بتاعتي فيا عيني اللي هو الانفلاماتوري ميدياتور ديت تروح تمسك فما تلاقيش مكان فمش هتعمل لك انفلاميشن، يا اما هكتف الميدياتور فاكتورز بتاعتي. وده تاني اكزامبل عندي بالصفحه تبع الماب عيله الماب ديت اللي هي عباره عن ايتين وريسبت ماب. بقول لك ريسبت ماب يبقى مسكت في الريسبتورز بتاعت التي ان اف ودي متخصصه جدا للتي ان اف عندي. خلاص طيب جميل. طيب ايه بالصفحه بقى سايد افكت عندي؟ واحده واحده دلوقتي انت بتقولي ان انت وقفتي الافكت بتاع تي ان اف. هو ده سيلكتيف قوي عيله الماب دي سيلكتيف قوي لمين؟ للتي ان اف بتاع النيكروزس فاكتورز الوحش دوت. طيب السايد افكت هتيجي والله من الميكانيزم اوف اكشن. طيب تي ان اف ده كان بيعمل لك ايه؟ تي ان اف ده كان بيعمل لك انفلاميشن كان حلو جدا جدا. الناس اللي عندها كانسر بيقول لك اسمه ايه؟ تيومر نيكروزس فاكتور. يعني الناس اللي عرضه للكانسر او جالها كانسر او عندها السيل بيحصل لها كانسر كتير وبصاصه ديفيجن كتير فده بيوقفه. طب انا دلوقتي وقفت الانزيم اللي كان بيموت لك الكانسر او بيساعدني يحافظ لي من الخلايا يعني كانه بروفلاكتيك اجنست الكانسر. بمعنى كده انا زودت العرضه للكانسر. يبقى دي سايد افكت عندي. تمام. كمان هو حلو جدا جدا للناس اللي بيكون عندها فايرال لان بيساعد في عمليه الفايرال ويموت لك الفيروس وهكذا. يبقى تالي حاجه عندي سايد سايد افكت عندي بس هو ايه؟ هيكون وحش للناس اللي عندها فايرال انفكشن او مش هيكون افكتيف ومن ضمن السايد افكت بتاعته هيبوظ لك الايه مش هي يعني بالصوت يعني بالصوت الناس اللي عندها فيروس انفكشن مش هتقدر يكون عندها المناعه بتاعتها ضعفت لان انت اصلا بتضعف المناعه. بتضعف المناعه يبقى انت ضعفت المناعه اجنست الكانسر سيل وكمان ضعفتها اجنست الايه الفيروس سيل. كده خلصت الكلمتين اللي وجعي وفي فزوري اللي عايز اقولهم تبع الايه التيومر نيكوزس فاكتور ده الملي. خلي بالك ده السمري لسه هناخد بقى في الاسلايد هتلاقي فيه ديتيلز صغننه سيكا ولكن بالصدفه هتلاقي كلهم بيدور على نفس الايه الفكره. تمام. طيب تاني واحد عندي بالصدفه من نيورو دراج اللي بيهمني اللي هو الاني كنابرال دراج. لكن الاني كينر دوت الاي كينر ده بيشتغل بالصدفه على ايه؟ مش انا اتفقت الماب ده بيشتغل سبيسيفيك على تي ان اف فاكتورز؟ اه قال لك ده انا هشتغل سبيسيفيك على الانتركيونز اللي عندي الانتركيونز 1 اللي عندي دوت. او همسك في الريسبتورز بتاعي او امسك فيها وقفها لك بصاصه مظبطها لك كتفتها لك فبصاصه مش هتقدر تعمل لك ايه انفلاميشن. تمام. طيب ايه كمان بصاصه انا عايزك تعرفه هنا؟ يبقى ده تعمل لك بلوكينج للانتركيون 1. طيب الاني كينر ضيق كينيريا ده بصاصه بيعمل لك ايه؟ قال لك ده بيستخدم مره واحده بس ديس ادفانتج. ديس ادفانتج اللي هو لا بيستخدم محتاج يستخدم ديلي كل يوم سوري يعني شورت ديوريشن. عنده مشكلته ان هو عنده شورت ديوريشنز وكمان مشكلته اللي هو تبقى لي محتاج انجكتبل لازم اعمل له انجكت عشان هو هيمسك في الانتركيونز. فده طبعا مش حاجه كونفنس خالص للبيشنت اللي هو كل شويه يقعد ايه يتشكشك. تمام. كده احنا خلصنا اول نيو دراج عندي واول كاتيجوري. نخش على ثاني كاتيجوري اللي هي الميتوتريكسين. قال لك والله عايزك تاخد نفس عميق ده ثاني دراج وده اول فيرست لاين عندي بس ثاني الحاجات الادويه بقى الرخيصه العاديه وكذا. اول حاجه الميثوتريكسين كلنا عارفين ان هو انتي كانسر وده بالصصه بيستخدم لعلاج الايه الكانسر وهكذا. طب ده بيعمل لك ايه؟ اول حاجه هو انتي كانسر بيكون سايتوتوكسيك يعني بيصصه بيموت لك الخلايا وكمان بيعمل لك انهبيشن للايه للاميون. يبقى حلو جدا لعلاج الروماتيزم. طب انا دلوقتي عبال ما لو انا هاخده كعلاج الروماتيزم هو اصلا بيعمل لك ايه الفكره بتاعته؟ قال لك والله هو شبه الفوليك اسيد. يعني ايه؟ يعني هو بص اصلا انت جسمك دلوقتي عشان تكون دي ان ايه وار ان ايه والكلام ده كله محتاج فوليك اسيد. فالانزيم بتشتغل على الفوليك اسيد بتاخدها وتقوم واكلاها وتقوم مصنع لك الدي ان ايه والار ان ايه. جميل. طب انا عملت حاجه شبه الفوليك اسيد يبقى انا جسمي هيتلخبط هو ده فوليك اسيد ولا مش فوليك اسيد؟ فهتتلخبط وتقوم بلعاني اللي هو الميثوتريكسين دوت ومش هتقدر تبلع الفوليك اسيد. فهل هتقدر تكون لك الدي ان ايه والار ان ايه؟ لا. يبقى انا كده وقفت تكوين الدي ان ايه فوقفت الديفيجنز فوقفت التكوين بتاع ار ان ايه فوقفت الماكروفاج سيل ديت ضعفتها ومنعت انها تطلع لك الايه المناعه وتتكون وتعمل لك السيتوكاينز تطلعها لك انسون. خلاص يبقى عملت ايه انهبيشن للانزيمز بتاعت تي سيل والبي سيل انسون. طيب ده بصراحه عشان يديك الايفكت والحوارات دي كلها بقول لك انا بشتغل على الفوليك اسيد والاكل ومش عارف ايه. انت اصلا دي ايه يعني انت اوريدي موجود عندك حبه فانت هتاخد وقت شويه يعني قبل ما يديك الايفكت فهياخد وقت شويه. فلذلك عشان كده لازم المريض عشان يعني مثلا عشان يحس ان هو تحسن وان انت دكتور شاطر وكذا اول حاجه تديله انتي تديله حاجه مضاده يعني حاجه انالجيسيك حاجه مسكنه وبعدين تبدا بقى بصراحه تديله. لو انت اديتله انالجيسيك بس مش ماشي اوكي انت سكنت الالم ولكن لسه المفاصل بتاعته عماله تبوظ وتسوى
سوق العمليه اكتر فاكتر فاكتر. طيب يبقى انت عايز تمشي بارل لاين، توقف له الالام، توقف له السيمتومز بتاعتي زين، بعد كده بس عشان تمنع لي عمليه ان المفاصل بتاعتك تبوظ اكتر. انت ما بتصلحش حاجه، انت بس بتوقف، عايز بالظبط تخليه برولونج اللي هو هتبوظي بس بعد مثلا مده اطول، بمعنى اصح باني يعني بزود مده الصلاحيه بتاعت الحاجه اللي عندي. تمام. يبقى احنا عرفنا الميتوتاكسين ده بس بيبقى عباره عن ايه، الفوليك اسيد. طب واحده واحده دلوقتي انا وقفت الفوليك اسيد، بوظت يعني خليت تاكل فوليك اسيد، فوقفت دي ان ايه. طب السايد افكت بتاعته ايه؟ بيولوجيك، من السايد افكت بتاعته من الميكانيزم اوف اكشن هعرف السايد اوف ايه اوف افكت اللي هو ايه، الهيباتوتوكسيستي. ليه؟ لان دلوقتي الفوليك اسيد ده مهم جدا جدا للليفر، الليفر محتاج الايه، الهيباتوتوكسيستي، محتاج الفوليك اسيد عشان يبدا يعمل لك بقى ايه، يعمل لك ديتوكسيفيكيشن اند سو اون. فانا بصراحه وقفت الفوليك اسيد كاني بوظته، لاني عملت حاجه شبهه، فبصراحه بقى ايه جالي هيباتوتوكسيستي، بدا يجي لي توكسيستي في الليفر. تاني حاجه عندي البون ماو ديبريشن. ليه؟ ما عندكش انتقصام، البون ماو ده المسؤول عن يطلع لك الار بي سي والوايت بلاد سيل اند سو اون. فبصراحه انا منعت تكوين الدي ان ايه، فمنعت تكوين البلاد سيل والار بي سي اند سو اون، فبصراحه منعت ايه، عملت بون ماو ديبريشن. تالت حاجه عندي ميجالو بلاستيك انيميا. عندك انيميا نقص في الار بي سي، نفس الفكره بالظبط، بس نقص في الفوليك اسيد. الميجالو بلاستيك انيميا دي بتيجي نتيجه نقص في الفوليك اسيد ونتيجه النقص فيه بالصوت سايد فيتامين بي 12. فانت كل الحاجات دي عندك من سايد افكت بتاعت الميتوتوكسين. تمام، ميتوتوكسين كده احنا بالصوت خلصنا الحاجات المهمه عندي في الميتوتوكسين. طيب ده الدواء عندي اللي هو السلفا، سلفازالازين. سلفازالازين ده عباره عن بودره، وعارفين من الميديسين اللي هو عباره عن طوبات خلاص ماسكين مع بعض، هو عباره عن ميوتوال بودره. يعني ميوتوال بودره يعني هو عباره عن انتي بودي ماسك مع بالصوصام اللي هو الايه، الانجيوماتيزم بتاعتي. الانتي بودي ده، الانتيبيوتيك سوري، مش ما يهمنيش في حاجه دلوقتي، انا اهم حاجه عندي الجزء. يعني هو عباره عن اتنين دراج كده ماسكين مع بعض، الاتنين مع بعض ان اكتف، لما يخش جوه جسمي هما الاثنين بيحصلوا سوبرايزيشن اند سون، فبصوصام بيزود لك الابزوربشن والباي افيربيتي اند سون. فبصوصام بيخش جوه جسمي يجي انزيم يكسر كلك ويديك الجزء ده لوحده والجزء لوحده، ده الانتي بودي، ده ما يهمنيش، مش عايزاه دلوقتي، مش انتي بودي اسف، انتي بيوتيك. وبصوصام بقى الجزء اللي يهمني اللي هو عباره عن ايه، عباره عن الفايف خلاص، الفايف امينو سالسيليك ايه اسيد، فايف امينو سالسيليك اسيد. صاصه افتكر كده الواد صاصه، بس خباك دي فايف مش اس يعني. المهم يعني الواد صاصه ده بصاصه يعني بيبقى حلو جدا جدا لعلاج الايه، لعلاج الروماتيزم. تمام، لان ده بيشتغل اللي هو برضه يقلل لك المناعه اند سو. طيب ايه كمان بصاصه انا عايز بس اقول لك على حاجه نسيت اقولها في الميسوتريكسين. قال لي انا دلوقتي الميسوتريكسين مش احنا قلنا مشكلته اللي هو بيوقف لك الفوليك اسيد لكل الخلايا وهكذا. طب انت عايزه تمنعي اللي فوق الهيباتوتوكسيستي، لان اكيد انا الميسوتريكسين ده حلو جدا للناس اللي عندها كانسر، بس انت عايزه تحافظي تخلصي الكانسر بتاعتك سيل وتضعفي المناعه عن سون، ولكن بصراحه تحافظي على الجسم بتاعك. طب هتعملي ده ازاي؟ قال لي والله الميسوتريكسين ده بيتاخد قرص كل اسبوع، قرص كل اسبوع مثلا وليكن من الجمعه للجمعه، بس يعني كل جمعه باخد اوكس واحد. طيب انا دلوقتي بصصام هي مشكلته ان هو بيتخانق مع الفوليك اسيد، قال لي في والله في نص الاسبوع اديله جرعه فوليك اسيد. طب واحد يقول لي انت عبيطه، انت بتقولي دلوقتي هو بيتخانق مع الفوليك اسيد، يعني انا عايز يوقف لي تصنيع الفوليك اسيد، يعني عايزه ما يخليش الفوليك اسيد يكون موجود في جسمي، فبصصام ما يقدرش اكون الدي ان اي فاضع في المناعه، ومش اكون الماكروفاج والحاجات اللي هي بتاعه الانترميدييتنج انفلاماتوري ميدييتنج انزيم اند سو اون. فبصصام يبقى انت كده عبيطه وتقولي اديني فوليك اسيد، يبقى انا كده اكني ما عملتش حاجه. اقول لك انت عندك حق، ولكن ركز بقى، انا بقول لك هديله الفوليك اسيد في نص الاسبوع، يعني هو يا دوبك هيعمل الافكت بتاعه، وبعد كده اديله الفوليك اسيد اللي هو بحيث ينقذ الخلايا بتاعتي العاديه بقى الليفر، يروح بقى الفوليك اسيد اللي انا محتاجه للليفر والسيل الثانيه اللي انا محتاجاها للبول مارو وللار بي سي اند سو اون، ما يقصرش على الروماتيزم. انا جاست بس كل الفكره بتاعتي ايه، انا عايز اضعف المناعه للحته اللي حوالين الجوين دي، بس ده اللي انا عايزه. هل انا عايز اضعفها في كل جسمي؟ لا، انا والله عايز اضعف المناعه في المنطقه دي بس بس بس، ولكن للاسف ما عنديش حاجه سيلكتيف، فبصراحه بضطر ان انا اعمل كومبنسيتد ميكانيزم بحيث ان انا اعمل بالانسد ما بين الايه، التو كومن بالانس بتاعي اللي عندي دول، بحيث ان انا اقلل السايد افكت ويكون مور ايه افكتيف اللي عندي. فده اللي انا بعمله، وهم يديروا فوليك اسيد في نص الايه الاسبوع. خلصنا ثلاثه كده دراج، نخش على الرابع دراج عندي اللي هو السايكلو ايه فوسفاماي. سايكلو فوسفاماين ده بصراحة كل الفكره بيعمل لك ايه، بيروح على الدي ان ايه بتاعك، الدي ان ستراند كده، ويعمل لك كل قيعه كده. انت الدي ان ايه اصلا عشان يحصل له ريبليكيشن وتابليكيشن اند سو اون محتاج يتفك عن بعض. طب انا عملت او عشان يتفك محتاج البوليميريز يتعرف عليه. طب انا جيت حطيت الكايل جروب، فالبوليميريز ما قدرش يتعرف عليه، فما قدرش يتفك، ما قدرش يحصل لك ريبليكيشن، فالخليه ما قدرتش يحصل لها ديفيجن، فلذلك بصراحة ايه ضعفت المناعه بتاعتي. ايه عشان اقول المناعه ضعفت، يبقى انا بصراحة منعت الدي ان ايه ريبليكيشن، منعت بصراحة ريبروداكشن
ريدكشن مناعه الديفيجن بتاع السيل اند سو اون. تمام، ده كده رابع درجه عندي. خامس درجه عندي اللي هو السايكلو اسبورين ايه. ده الفكره بتاعته عباره عن ايه؟ ده افتكر كده استاذ قسم في التي اتش سيل، متخصص بيعشق التي اتش سيل، ده بيحب الجنرالات، ما بيحبش يعني ما بيحبش اي حاجه كده والحاشيه، لا ده بيخصص قوي للتي اتش اي سيل عندي. تمام، يعمل لك ايه؟ يعمل لك انهيبيشن لانزيم او بروتين اسمه الكالسيورين. الكالسيورين ده بالصلاه والسلام بروتين مهم جدا جدا لتصنيع الدي ان ايه، فانا عملت له انهيبيشن، فبالصلاه والسلام هيعمل لك ايه؟ هقلل تصنيع الدي ان ايه، فعملت اميون ايه سبريسنت اند سو اون. خلاص يعني الموضوع عبيط. يبقى انت ممكن تضعف المناعه عن طريق تمسك في تي ان اف الفا، عن طريق انتركيون 1، عن طريق بالصلاه والسلام تعمل لي حاجه شبه الفوليك اسيد، حاجه شبه الميتابوليزم، تعمل لي بالصلاه والسلام تعمل لي الكاليشن للدي ان ايه. ورابع خامس حاجه عندي اللي اتكلمنا عليها اللي انا اقوم عامله ايه؟ اقوم مضاعفه المناعه عن طريق ان اوقف بروتين مهم جدا اللي هو اسمه كالسيورين، او ما تشوفه يبقى على طول كده سي سي سي، يبقى على طول سايكلو ايه اسبوري. تمام، طيب الدرجه اللي بعد كده اللي هو الليمفومايت، ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده شبه بالظبط الميسوتاكسين، لاقوش الايفكت بتاعته قريبه منه، ولكن هو بيشتغل على انزيم اسمه يعمل لك انهيبيشن لانزيم كبير كده. المهم الانزيم ده المسؤول اللي هو كان بيصنع لك اليو ام بي، اليو ام بي اللي هي اصلا ايه؟ اللي هو اليوراسين مونوفوسفيت. طيب انا دلوقتي بس انا عملت انهيبيشن للانزيم دوت، فانا عملت انهيبيشن لليو ام بي سنسيتيز، فبالصلاه والسلام ما قدرتش اصنع دي ان ايه. طبعا اليوراسين مونوفوسفيتيز ديت عباره عن نيوكليتيد مهمه جدا في تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه، فانا بالصلاه والسلام عملت لها انهيبيشن، فبالصلاه والسلام منعت تصنيع الدي ان ايه وعملت له انهيبيشن. اخر درجه عندنا هنتكلم عليه اللي هو الجولد بارتيكل. السولت دي لازم تبقى في ايه؟ سولت، لازم تبقى في هايت سولت. الجولد ذات اتسلف نوت افكتيف، لازم يبقى في هايت سولت. باخد 50 ملي جرام بير مانس. ده بيعمل لك انهيبيشن لايه؟ هو الميكانيزم بتاعه انون، بس الفكره بتاعته سريعا كده اللي بيعمل لك انهيبيشن للفاجوسايتوزس، عن طريق يعمل لك انهيبيشن برضه للسايتوكاينز. يعني بالصلاة والسلام الفاجوسايتوزس اللي هي ايه؟ الماكروفاج بتاعتك هي بتروح تعمل لك فاجوسايتوزس للسولت، تعمل لك انفلميشن وكل بلا 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 والكلام ده كله عشان تطلع لك سايتوكاينز. فانا عملت انهيبيشن للجزء دوت، فالفكره بتاعت الايه؟ الجولد اللي عندي بالصلاة والسلام. وجد ان الجولد بارتيكل ده فيري افكتيف جدا 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 للروماتيزم، مهم جدا جدا للروماتيزم بتاعي. خلاص افكتيف جدا للروماتيزم، وبالصلاة والسلام مش افكتيف اي حاجه تانية. تمام، ده اكتر ديزيز بيكون ليه ايه افكتيف بالصلاه النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كده خدنا الانترو اللي انا عايزاك تقولها ايه، انترو تلت ساعه خلصت على طول. فبصصر انت كده يعتبر خلصت المحاضره وفهمت كل حاجه فيها. هنقرا الكلام بحيث لو انا نسيت حاجه ما في السلايد. اول حاجه نصلي على النبي عليه السلام، يقول لك هو ايه؟ هو الروماتيزم ارثرايتس، هو عباره عن اوتوميون. خلاص عرفناه نتيجه ايه؟ نتيجه كرونيك انفلاميشن ديزيز للجوينت ستافنس، زي تصلب كده، سوولينج، عندك سوولينج نتيجه بقى اللي هو الايه الحفله بتاعت الانفلاماتوري ميديت وماكروفاج ونيتروفيل اند سو اون، وبيصصا حوالين الجوين خاصه في الاكسترا ايه ارتيكولر، يعني حوالين الجوين وهكذا، بيعمل لك ايه مانفستيشنز، يعني بيبوظ لك الجوينز بتاعتك نتيجه اللي هي بتعمل لك طلع لك انتركيونز وطلع لك تي ان اف الفا وطلع لك كل الحوارات دي. مون كومن خلاص في السمول جوين، خلاص في الايد والرجل والحوارات دي كلها بتبقى سيمتريك، يعني بتحصل في الايدين في نفس الوقت، خلاص مش ايد وايد، لا هي سيمتريك. عشان لما نيجي بعد كده اقول لك الفيفر روماتيزم ده، لا ده بيبقى اسيمتريك. فيفر حاجه اسمها حمى، الحمى الروماتيزميه غير روماتيزم ارثرايتس. تمام، دي حاجه تانية، دي بس اصلا مش بتبقى سيمتريك. المهم اللي انت تعرف دي سيمتريك. الاستافنس ده بيبقى فور بلونج، اتفقنا دي بتحصل في المورنينج خاصه. بيقول لك نوت كيور ان از ايرلي بوسيبل، الجوين يحصل لها دي فورميتلي، يعني بس لو ما اتعالجتش في البدايه خلاص انت فيك كلها الجوين بتاعتك بتتاكل، لان المناعه ما تتهاجم فيها وتعمل لك لايسز وبوظها لك. الجوين اللي كان عندك دي بوظت لك الساينوفيال اي ميمبرين اللي عندك، فبس اصلا لو انت ما عالجتهاش ما لحقتهاش في البدايه خلاص هيكون صوابعك باظت. والفكره كلها انت اصلا انت ما بتديش مرض، ما بتديش دواء يعالج لك الحاجه اللي باظت، لا انت بتخليه، يعني انت دلوقتي بس اصلا الناس هتدمر منطقه حلو، فانت دلوقتي حرب. طيب انت يا اما بس انت لما توقف الحرب، لو انا وقفت الحرب انا جاست بس منعت ان يدمر اماكن اكتر. ربنا يكفينا شر الحروب يا رب بحق لا اله الا الله، ويحرر اخواننا المستضعفين في جميع انحاء العالم. طيب يبقى انا جاست بس عملت ايه؟ وقفت بالصلاه هعمل ايه؟ التدمير لباقي الحاجات. طب انا صلحت الاماكن اللي باظت؟ لا، هو ده اللي بيعمله عندي. طيب الروماتيزم ممكن ياثر لك الاوريجن الثانيه، مش شرط بس الجوين، ممكن الاي سكن اللونج، يعمل لك نومينيا اند سو اون. تمام، الدايجنوستس بتاعي خلاص عرفناها، اللي انا بقوم عامله اطلع انتي بودي خاصه للسيراتونين السيتويلين اوجينين بيبتيديز دوت البروتين، وده بيبقى مور افكتيف وبيبقى حلو جدا جدا، يعني ممكن اعرف ان الشخص دوت عنده روماتيك
عنده روماتيزم ارثرايتس قبلها ب 10 ايام هيظهر من الاعراض بتاعته. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو انا اكتشفت الانتي بودي، هو هيكون عنده انتي بودي. طب ما المناعه بتاعتك عقبال ما تكسر لك بقى المفاصل وتكسر لك الجوين وتكسر لك بقى الكارتليج اند سو اون تاخد وقت طويل قوي. فانا لو انا جيت عملت ديتكشن على طول دايركت للانتي بودي وهو اوريدي موجود، ما هي المناعه شغاله بس مثلا ايه بتاخد وقت. يعني انت البلد بتاعتك مش هتتدمر مره واحده، لا هتاخد مثلا سنين عقبال ما تدمرها بمعنى صح. فده نفس الفكره بتاعتي، فانا بقدر اكتشف المرض قبل ما يظهر لي الاعراض قبليها ب 10 سنين، فده فيري سبيسيفيك. او بقى بصاصه اللي هي الروماتيك فاكتورز اللي هي بتبقى سبيسيفيك لنسبه 80% بتديك لو تطلع لك بوزيتيف، عاده بيبقى عندك بصاصه ايه روماتيزم، واخر حاجه عند الاكس راي واحنا عرفناها خلاص. طيب التريتمنت بتاعتي اتفقنا خلاص ان ده بيبقى عباره عن ايه، نوت راديكال كيوربل، يعني مش بيحصل له كيو، ده مش كيور، عمره ما تتعافى منه ابدا، وده حاجه كرونيك مستمره معاك ما لا نهايه. فبديله الديزيز موديفاينج ارثرايتس بصاصه انفلاميشنز دراج للتريتمنت الكروماتيك اللي عندك عشان يمنع لك ايه، يقلل لك البروجريسنج بتاع الديزيز ويعمل لك انديوسنج ريمنشنز وبريفنتنج فازر ديستراكشن، يعني يمنع لك ان البلد تبوظ اكتر واكتر. عندي بالصلاه على سلام. طيب لما البيشنت بقى بيحصل له دايجنوسيس بروماتايتس يبدا اديله بقى اللي هو الايه الدي الدمره، خلاص الدمره ديت عباره عن ايه، شود بي ستارت ويزن 3 مانس تو هيلب ستوب البروجريسنج اوف الايه اوف الديزيز. يعني الشخص دلوقتي خلاص عمل له دايجنوسيس اللي هو عنده روماتيزم ارثرايتس، على طول لازم استمر معاه واديله الدراج اللي هي اسمها الديزيز موديفاينج ارثرايتس بصصه موديفاينج دراج، علشان ايه ممكن خلال 3 شهور يبقى لازم اديله في بدايه، يعني ستارت ويزن لازم خلال 3 شهور يكون بياخد الدواء، مش هستنى بعد 3 شهور واديله، لا يعني على طول على طول دايركت مجرد ما عملت دايجنوست حتى لو مش ظاهر عنده الاعراض لازم اديله الدراج على طول عشان ما يحصلش ايه بصصه مانيفيكيشنز للجوين اكتر، يعني الجوين بتاعتي ما تبصش ايه اكتر. كمان بتعالجه اتفقنا خلاص اللي احنا بنعمل ايه سيمتوماتيك ريليف اللي انا اقلل الايه الاكيوت انفلاميشن بتاعتي كورتيكوسترويدز او بصاصه اعمل ايه الان سي تمام خلاص. فممكن برضو اديله ان سي اللي هي بتبقى سيلكتيف اكتر للكوكس 2 عشان ما بقى ما يعمليش بقى اللي هي حاجات الجاستريك والحاجات اللي احنا خدناها تبع الانفلاماتوري نون استرويدال انفلاماتوري اللي هي ان سي دي بس نون استرويدلز انتي انفلاماتوري دراج تمام. بقلل لك البين وقلل لك بصاصه الحوارات دي كلها، ولكن برضو انت محتاج تديلي حاجه اوتو اميون ايه سبريسنت، محتاج تديلي حاجه تعمل لك سبريسنت للايه الاميونيتي بتاعتك لازم ولابد خلاص. انديدد ان كومبينيشنز اللي ممكن نعملهم الاثنين ايه كومبينيشن مع بعض. بيقول لك موست امبورتنت موست امبورتنت ديز اتريبيوتد، ايه الحاجات اللي بتطلع عندك كانتي كميديتنج للانفلاميشنز تي ان اف، وعرفنا اللي هو تيومر نيكوزيس فاكتورز الفا الانتركيونز واحد او الانتركيون اس والانتركيونز 1 بيتا والانتي سيراتونين، كل الحاجات دي بتستعمل اوتو اي انتي بودي اند سو. طيب يبقى مفيش عندك بصا سام نو وان ديزيز موديفاينج انتي روماتيزم ارثرايتس دراج از افكتيف اند سيف ان افري بيشنت، يعني ما ينفعش اقول لك ان والله الدراج دوت ده فيري افكتيف فيري سيلكتيف فيري عارف بالظبط السوبر هيرو للبيشنت دوت، لا مفيش حاجه اسمها كده. الترايل اوف سيفرال ديفرنت دراج مي بي ايه نيسيسري، محتاج تقعد بقى تعمل ترايل وتشوف ده هيكون حلو للبيشنت ده ولا لا، هيكون مش وحش ان سو اون تمام، يبقى عن طريق ترايل لان ده بس اصلا كرونيك وكبير ومستمر معاك ما لا نهايه، حاجه اوتو اميون عامه اصلا الاوتو اميون ديزيز دي بتبقى حاجه مش الطف حاجه للبيشنت، ربنا يعافيها بحق لا اله الا الله. ايه بيقول لك المونوثيرابي بقى مي بي انيشيشن ويز اني اوف اللي هي الديزيز موديفاينج مش عارف ايه وكده، زي بقى بس ممكن اخد مونوثيرابي يعني اخد دراج واحد بس زي ميسوتريكسين او الليف لامونامايد او احنا نسينا نتكلم على اللي هو الهيدروكسي كلوروكينين. الهيدروكسي كلوروكينين ده الفكره بتاعته ده عباره عن ايه، كلمه كينين دي تفتكر على طول انتي ملاريا، ده اصلا يستخدم كانتي ملاريا، ولكن برضه من ضمن الميكانيزم بتاعته وجد ان بالصدفه باي تشانس اللي هو لقوه بيعالج لك بيقلل لك المناعه. طب ازاي بيقلل لك تصنيع الدي ان اي والار ان اي؟ طب ازاي بصراحه يا انت عندك دلوقتي الخلايا بتاعتك بيخش جواها، الخلايا عشان يحصل لها بتشر الماكروفاج بتاعتك عشان تحصل لها بتشر وتطلع لك السيتوكاينز وتطلع لك الانتركيونز وتطلع لك بقى الانفلاميشن ميديتور بتاعتك لازم تبقى فاسيديك ميديوم. قال لي ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيزك، الدراج طبيعته بيزك فبيخش جوه الماكروفاج يحول لك الميديوم يخليه بيزك، فمش هيحصل لك كابتشر فبالصاصه مش هيحصل لك الانفلاماتوري ميديتور تبدا تطلع عندك ومش هيحصل لك انفلاميشن. يبقى ده الميكانيزم الاكشن بتاعي سريع لحد ما نيجي نتكلم عليه. اتكلمنا خلاص على السلفا زلازين فور بيشنت ويز الايه لو اكتيف ايه ديزيز، يعني الحاجات دي
بتبقى فيرست لاين، الناس بقى اللي هي مش عندها انفلاميشن فظيعه، مش عندها روماتيزم فظيع ان سوم. طب البيشنت بقى اللي عندها مودريتد لهاي ديزيز اكتيفيتي، يعني عندها بقى الموضوع متطور اكتر او متوسط، او ما عندهاش اي ريسبونس للسيرب اللي فاتت ديت، لازم بقى اعمل كومبانيشن، لازم اعمل كومبانيشن ما بين كذا حاجه. المينلي البيزك بتاعي هو الميسوتكسين اللي هو بتاع الانتي كانسر دوت، ممكن بقى استخدمه مع اي بيولوجيكال ديمرا او بصاصب انتي تي ان اف اللي هي فانا بصاصه اللي هي عيله البيولوجيكال او نيو دراج، نيو دراج نيو دراج اللي هي بتبقى عباره عن حاجه انتي للتيومر نيكوزس فاكتورز اللي هي عيله الايه الماب. تمام، ده بيشتغل على ريسبتور ذات نفسه، بيروح يشتغل على التي ان اف ذات نفسه، اما ده بيشتغل على الجوين اللي عندي بالظبط. انا بس بيقول لك طبعا موست اوف ذيس ايجنت ار كونتر انديكيشن ان بريجننس وومن، طبعا الحاجات دي بتبقى كونتر انديكيشن ليه واحده لو هي حامل، عشان دي بقول لك انا باخد انتي بودي او بضعف المناعه، فبالظبط انا هتعدي للبيش للجنين بتاعي وهتبدا بقى تعمل لك اتاك وهبوظ لك البيشنت، ممكن تعمل لك انفيميشن عاليه جدا. تمام، فهي تبقى كونتر انديكيشن علاج تيتراتوجينيك كمان انصوان. طيب اول دراج بقى نتكلم عنه هو الميسوتكسين. الميسوتكسين ده عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن مين ستيل، ده المين ستيل بتاعي، ده اهم واحد عندي خاصه ان انا ضعف المناعه بتاعتي. طب الفكره بتاعته بيضعف لك المناعه، بيعمل لك سايتوتوكسين يعني بيبقى انتي كانسر، الفكره كله اللي هو شبه الفوليك اسيد، فبيتخانق هو والفوليك اسيد على الايه الحاجات اللي بتصنع لك البايرين والنيوكلس والنيوكليتايد انصوان، فبقى منع لك تصنيع الايه النيوكليوتايد بتاعتي اللي هي البيورين، فلما منع لك التصنيع بتاعها يبقى منعت تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه، فبالصفه منعت تصنيع كمان التي بي والتي تي سيل والبي سيل، ومنعت كمان الانفلاميشن اند سو. يبقى ده بالصفه الفكره بتاعته كساي انت كسايتوتوكسينز اند ايه انتي انفلاميشنز بتاعتي. طيب بيقول لك هنا والاميون ريسبونس اند سو، بيقول لك الريسبونس تو الميسوتريكسين كيور من 6 ل 5 شهور، يعني عشان تكون عندك ريسبونس وتلاقي عندك بدات تلاقي النتيجه خلاص دي ميسوتكسين من اليوزز بتاعته، لازم تستمر عليه من 6 ل 5 شهور خلاص من الستارتنج اوف تريتمنت. فلذلك لازم ولابد اخد الكورتيكوستيرويدال، اخد الانسيد، اي حاجه من الحاجات دي، بحيث اكيد المريض مش هيستنى 6 شهور بالم وصويت وزعيق وانفلاميشنز لحد ما سياده حضرتك الميسوتكسين يبدا يديني افكت، لا انا هديله على طول حاجات مسكنه لحد ما الميسوتكسين يبدا يديله ايه افكت ويديني بصصه ريسبونس اند سو. الدوس بتاعتي بتاخد مره واحده كل اسبوع، فلذلك لازم اخد فوليك اسيد في النص. طيب الدوز بتاعتي ريكوايرمنت ار ماتش لوور ذان ايه نيدد ان ايه كيموثيرابي، يعني بالصفه ان انت لو هتاخد الميسوتكسين لعلاج الروماتيزم بتاعك هتاخد دوز اقل لو انت هتاخده لعلاج الكيموثيرابي. الكيموثيرابي طبعا بيكون عندك الخلايا متجننه، فبالصفه عايز تمنع كل الخلايا اللي هيحصل لها ديفيجن، فبتاخد دوز ايه اعلى بمعنى صح. السايد افكت بتاعتي اتريبيوتد تو ايه مود اوف اكشن على طول اللي هو شبه الايه الفوليك اسيد، نقصت الفوليك اسيد على طول هيباتوتوكسيستي الليفر محتاجه، بون ماوت بريشر على طول، هيحصل له سايتوبينيا، هيحصل له ميجالو بلاستيك انيميا، هيحصل له ديبريشن في الوايت بلاد سيل، كل الخلايا عماله تقل مش عارف اصنع حاجه، هيكون عندي السريشن، عندي نويزنج نويزيا. طب عشان اقلل الادفيرس افكت قال لك بص اصلا اخد فوليك اسيد معاه، انت عبيطه مجنونه؟ لا هاخده في النص، هفصل شويه، هديك خليك مثلا اول 3 ايام هيدي ايه يشتغل الميسوتكسين مش مشكله، بعد كده اديك فوليك اسيد في نص الاسبوع بحيث بس اصلا يعوض لك يروح يشتغل الليفر، يمنع لك الهيباتوتوكسيستي، يروح يعمل في البون ماو ويعمل لك الايفكت بتاع انسون، وبعد كده بس اصلا يبدا يرجع تاني الايه الايفكت بتاعه. يبقى ده وانس داي ديلي افتر ميسوتكسين، يبقى ده وانس ديلي افتر ميسوتكسين ريدوسينج الايه سيفيريتي اوف ادفيرس افكت، يعني كان بالظبط بدي له فوليك اسيد من بره بحيث اللي هو ايه يعوض النقص بتاعه، باخده ايه مره يوميا بعد ما باخد الميسوتكسين عشان اقلل الايه الادفيرس افكت بتاعتي. الفوليك اسيد تيكن اوف اي دي يعني اون اوف دي، يعني بالصفه الفوليك اسيد اتفقنا لو هاخد الجمعه الميسوتكسين هاخد الفوليك اسيد مثلا التلات، والجمعه اللي بعديها هاخد الايه الميسوتكسين وهكذا، يبقى باخده اي اوف دي، ما باخدش الاثنين كومباينيشن مع بعض، عشان لو خدتهم الاثنين كومباينيشن مع بعض خلاص ما انت كانك ما عملتش حاجه. طيب البريديك ليفر طبعا لازم تقعد بقى تعمل بريديكال على طول للدايجنوزس للليفر انزايم عشان ما يحصلكش بقى هيباتوتوكسيستي مره واحده وهكذا، بتتابع الحاله بمعنى صح وتشوف بقى الوايت بلاد سيل الحقيقه الحاجات اللي بيأثر عليها عشان بالصفه لو تلحق الموضوع في الايه في البدايه بتاعته. طيب الهيدروكسي كلورو كينين واحده واحده، ده انتي مالاريا اتفقنا بالصفه ده بيستخدم في امتى؟ في الايرلي ستيج لو هي ايرلي انفلاميشنز او ايرلي روماتويد ارترايتس او المايلد الحاجات الخفيفه بمعنى اصح، بعمل له كومباينيشن مع الميسوتريكسين. طيب المود اوف اكشن بتاعتي بيعمل لي ايه؟ يعمل لك انهبيشن لتصنيع الدي ان ايه. طب ازاي؟ عن طريق بالصفه بيروح هو بيزك كاركتر، بيزك الكاركترز بتاعته بيزك، فيزود لك البي اتش جوه السيتوكروم بتاعتك السيتوبلازمك بتاعت الماكروفاج واللايبوزوم وهكذا، فمش هيقدر يحصل لك رابتشر للسيل،
فمش هتقدر تطلع لك السيتوكاينز وتقلل لك الريليزنج بتاع الايه الانفلاماتوري ميدياتور اللي عندي. السايد الافكت بتاعه برضه بياخد من 6 شهور، من 6 اسابيع ل 6 شهور، فلذلك طبعا لازم تاخد النسيد وكورتيكوستيرويد. السايد افكت بتاعته هو ليس افكتيف على الليفر، اقل شويه، مش هيعمل لك هيباتوتوكسيستي زي الميسوتريكسين والاميون سيستم اند سو اون، ولكن بصراحه ممكن يعمل لك اوكيولار توكسيستي، يعمل لك توكسيستي في العين، ويعمل لك ايرريفرسبل ريتينا دامجنج اند الكورنري فيجن. يعني بصراحه هيعمل لك بالصلاه على النبي عليه السلام، هيعمل لك ايه، هيأثر لك اكتر حاجه عليها ايه، على العين. خلاص هيروح يأثر لك اكتر حاجه عليها العين، ويعمل لك ممكن يؤدي في الاخر لبلايدنس، ربنا يعافينا بحقها، او الكورنيا بتاعتك تبوظ. وبرده ممكن يعمل لك شويه مشاكل في السي ان اس والجي اي تي والسكن والريبيشن اند سو اون. طيب تالت دراج عندي اللي هو الليفولانمايد. الليفولانمايد ده بيبقى اشتغل ازاي؟ اتفقنا خلاص، بيبقى برضه بيوقف لك تصنيع الدي ان ايه. طيب بيوقف لك التصنيع بتاع الدي ان ايه ده ازاي؟ قلنا هو شبه بالظبط الميسوتكسيل شويه، ولكن بصراحه من الفكره بتاعته هو بيعمل ايه، مش بيتخانق على الفوليك اسيد اند سون، لا هو بيمنع لك تصنيع اليو ام بي. يو ام بي ده اللي هو عباره عن ايه، اليوراسيل مونوفوسفيت، دي عباره عن نيوكليوتايد انا محتاجاها عشان اصنع لك الدي ان ايه والار ان ايه، فانا وقفتها، فبصراحه مش هقدر اصنع لك الدي ان ايه والار ان ايه. فبيقول لك اهو بيعمل لك ايه، لك اكتيفيتنج بروفليكيشن او في الليمفوسايت اكوايرد الاي كونستانت سي ان اس تو بي بروفليكيشنز، يعني بصير يعمل لك اكتيفيشنز للليمفوسايت اللي محتاجه دي ان اي سنسيز. طيب اعمل لها بقى انهيبيشن ازاي؟ عن طريق الانزيم دوت اللي هو داي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز، بلاي امبورتنت رول جدا في تصنيع الاي اليو يو ام بي. يعني الانزيم ده اللي هو ده خلاص كانك بتقول دهوده، خلاص كانك بتقول ايه، عارف دعاء لما تيجي تدلعها وتقولها ايه، يا ده او دهوده، ما علينا، المهم دهده افتكر كده دهده، اي حد اسمه دهده. فبص سلام ايه ده النظام ده مسؤول ان هو يصنع لك اليو ام بي. طب انا وقفت دوت، يبقى انا منعت اليو ام بي اللي مسؤوله تصنع لك الدي ان ايه، هو ده اللي بيعمله. يبقى ده عباره عن اميونو مودييتور، بيعمل لك اورجنايزيشن للاميونيتي عن طريق الصاص، يعمل لك ايه، كوزنج السيل ارست، كانه بالظبط يعمل لك ارستنج للسيل، يحبس لك السيل. طب ازاي؟ عن طريق يعمل لك انهيبيشن للدهوده دوت، والاونست اكتيفيتي بتاعته تبدا الايفكت بتاعته تظهر خلال 8 اسابيع، خلال 8 اسابيع. طيب طبعا مش ريكومايندد خالص مع الناس اللي عندها ليفر ديزيز، ليه؟ لان ده هو ده اكيد محتاج الليفر، محتاج اليو ام بي وهكذا، فبرضه هيعمل لك هيباتو توكسيس زي الميسوتريكسين وهكذا. موست كومن ادفيرس بتاعتي هيديك، دايريا، نويزنج، بصراحه لسوء الحظ هيحصل لك، برضه ياثر لك على الويت لوز، هيحصل لك ويت لوز، تفقد وزن، ممكن يعمل لك الرجي، يعمل لك اعراض زي الايه البرد، راش، ممكن اللي هو تساقط الشعر اللي هي الالوبيسيا. ليه؟ لان بصراحه انت دلوقتي ضعفت المناعه، يعني انت ضعفت اليو ام بي، يعني انت منعت تصنيع الدي ان ايه، فهو مش سيلكتيف مثلا الحاجات المناعيه اللي حوالين الجوين، لا ده بيروح يصيب اي خليه. فدي من الاعراض اللي عارفين كده مصيبه بكلنا، اللي هي تلاقي الشعر الواحد بيقع اند سو. طيب رابع دراج عندي اللي هي السلفازالازين. السلفازالازين ده بصراحه اهم حاجه عندي، هو عباره عن ايه، برودراج، ميوتوال برودراج. طيب ده بيشتغل ازاي؟ بيخش جوه جسمك، طب بيشتغل في المايلد والايرلي ستيج بتاعت الروماتيك، وبيستخدم ممكن مع كومبانيشن مع الاثنين دراج دول. مود اوف اكشن يعمل لك اميون سبريسنت، عن طريق مين؟ الفايف امينو سلسليك اسيد. يبقى ده الجزء المسؤول عن ايه، بصراحه بيمنع لك تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه والكلام ده كله. اما السلفا بايريدين ده مسؤول، ده انتيبيوتيك عادي جدا، خلاص يو انتي انفلاميشن، خلاص انتيبيوتيك انتي بكتيريا. الانسيت بتاعه بياخد من اسبوع، من شهر ليه 3 اسابيع عشان يديك افكت واسوسيشن ويز الليوكيميا، طبعا هيقلل لك الاعياد الوايت بلاد سيل. الدرج اللي بعد كده اللي هي الجولد. الجولد لازم يكون في هيئه سولت، اتفقنا خلاص، الصوديوم سايوميليتد انجكشبل، ده بصراحه باخده في هيئه ايه، سولت، بستخدم له خاصه الجولد، ما بيكونش افكتيف غير في الايرلي ستيج بس او المايلد ايه روماتيزم ارثرايتس. اما السيفير ما اقدرش استخدمه، او الليتنت ستيج ما اقدرش استخدمه خالص خالص خالص، وكمان كونتر انديكيشن استخدمه في الليتنت، لاقوني هو مش افكتيف خالص. الميكانيزم في اكشن مش معروف عامه، عشان كده بسميه ديستركتيف ميكانيزم. يعني ايه ديستركتيف ميكانيزم؟ بقول لك ديسكرايبد، يعني ديسكرايبد يعني بعمل لك ديسكرايبتيف، يعني كاني بوصف لك الميكانيزم. ازاي بوصفه لك؟ يعني مش قادر اعرفه. انا كل اللي عرفته ان هو بيقلل لك بصاصه من الفاجوسايتوسس، وبيقلل لك ريليزنج اوف السيتوكاينز ريليزنج. يبقى ديسكرايبتيف كاني بوصفك، يعني اقول لك والله انا بصاصه، انا مش عارفه اسمك ايه، اقول لك مثلا انت طويل وجسمك كويس
ومثلا مثلا شعرك اسود and so on. فانا بوصف الحاله، بس انا مش عارفه انت الميكانيزم بتاعك اللي هو ازاي وقفها، ازاي عمل لي يعمل لي انهبيشن للفاجوسايتوسيس، ازاي عمل لي انهبيشن للسيتوكين ريليزنج، لا مش قادر اعملها. فعشان كده بسميه ديستركتيف ايه ميكانيزم. يبقى بيعمل لك يعمل ايه فاجوسايتوسيس خاصه الماكروفاج وهكذا. الكومن سايد افكت الراش سكن اريتيشن بلا بلا بلا. الفكره بتاعتي الانجكشن باخد 50 مللي جرام لكل مونث، خلاص كل شهر باخد 50 مللي جرام. وباخده في هاي الصوت، واتفقنا الجولد ديت دي جولد بارتيكل دي بالنانو، مش بجيب مثلا حلق ولا قويشه واسيحهم واقوم عاملاه انجكتبل في الحقنه ابدا. طيب النيور دراج دي بقى اللي اتفقنا دي اللي بتبقى اقوى حاجه واحسن حاجه ومش عارف ايه وكده، دي ابروفد دي اللي هي ليها علاقه بال زي بصاصم ار جينز كاينيز اللي هي الجاك انهبيتوري. الفكره بتاعتها بتبقى بصاصم ويتش ار ايه بيعمل لك انهبيشن للكاينيز اسمه الجينس اي انهبيتوري، ده عباره عن برضه انفلاميتوري ميديتور بيعملوا انهبيشنز اللي هو زي هتلاقي اخره كلمه ايه سي تي ناب، خلاص السي تي ناب خلاص السي تي ناب. الفكره كلها اللي انا بعمل انهبيشن للانزيم اللي هو اسمه كاينيز او اسمه جانس اي انهبيتوري او جانس كاينيز. فده بصاصم بيعمل لك بلوكينج للاكتيفيتي بتاعته للانزيم دوت، والانزيم ده كان مسؤول سيجنال في الانتراسيلولار باس واي اللي هو يطلع لك الايه الانفلاماتوري سايتوكاين. يعني النظام ده لما اعمل له اكتيفيشن يبدا يطلع لك السايتوكاينز اللي بتعمل لك انفلاميشن. طب انا وقفت الباسواي ده فوقفت كل بصات الايه الباسواي بتاع الانفلاميشن اللي عندي. باخده مره يوميا وباخده في اورال تابلت. بيقول لك بتاخد فيه المودريتد والسيفير للناس اللي بقى اللي هي مودريتد متوسطه او اللي عندها سيفير اكتيف روماتيزم ارثرايتس. وده بصات سلام اللي هو لقوا ان الباريسيتيناب ده بيبقى انديكيتد للكوفيد 19، يعني الاول اللي هو بيعمل لك افكتيف شويه بصصه للناس اللي عندها كان عندها كوفيد. ده كده بالنسبه لايه للنيور دراج للديزيز موديفاينج ايه اوثرايتس ايه دراج ريليزنج. طب بالنسبه بقى لحاجات البيولوجيكال، يعني ايه بيولوجيكال؟ يعني حاجه بيولوجيكال، انا عم فاكرين بصصه حاجه طلعتها من جسم الانسان ايزوليشن من جسم الايه الانسان. طيب الفكره كلها بتحصل ازاي؟ انا دلوقتي بصصه يام هقوم جايه عامله حاجه بيولوجيكال، يعني انا هوقف الانزيم. مش انت دلوقتي عندك التي ان اف ده الفا اللي هو عباره عن التيومرس كوزز فاكتورز اللي بيروح يعمل لك انفلاميشن وبلا بلا بلا، انا هروح يا اما همسك فيه يا اما همسك في الريسبتورز اللي كان اللي بيخ، مش هو التي ان اف ده بيخ، هو ليه ريسبتورز تمام؟ الريسبتورز دي موجوده في الجوين. طيب يا اما هوقف هروح اقعد في الجوين فمش لما يجي يخش يعني مش هيعرف يخش، او هروح اكتفه هو من بره قبل ما يخش في الجوين فبصاصه مش هيديني ايه افكت، او امسك في الايه الانتركيونز بتاعتي واحد اللي عندي. يبقى انا برضه بمنع الانفلاميشن من البدايه خالص، اللي انا منعت ريليزنج اصلا ايه السيتوكاينز بتاعتي خلاص عن طريق الفاجوسايتوزس اند سو اون الباثوجينز اسفه بتاعت الروماتيزم ارثرايتس. يبقى بصاصه بيقول لك هنا ايه، بيقول لك وين السكريشنز باي ذا سينوفيا مايكروفاج اللي تطلع لك الحاجات ديت ستيميوليشنز، تبدا تعمل لك تطلع لك الكولاجين، تعمل لك ديجراديشنز للكارتليج، تعمل لك ستيميوليشنز للتاكل بتاع البون اند سو اون. فلذلك قال لك اللي هعمل انهبيشن، لو انا عملت انهبيشن للتي ان اف الفا دوت عن طريق عيله الماب اللي هو المونو كلونال انتي بودي اي حاجه اخرها ماب، او اللي هي ريسبت دي هتلاقي كلمه ريسبت في الاخر، يبقى معنى ده كده بيمسك دايركت اتاك للتي ان اف ذات نفسه. اما دي بتمسك في الايه الجوين ماب هتروح تقعد في الجوين، اما الريسبت يبقى تمسك في الريسبتورز بتاعت الاي تي ان اف تمسك فيها هي ذات نفسها، يبقى تقلل لك السيجنال بتاعت الايه روماتيزم ارثرايتس وتقلل لك البروجريسنج بتاع الانفلاميشن والدستراكشن والكلام ده كله. لقوا ان هو بيديك افكتيف خلال اسبوعين، وكمان البيشنت ريزيرف الانهبيتوري بتاع تي ان اف دوت هيكون عندها ريسك طبعا، لان ببساطه هي مش سيلكتيف. انا التي ان اف دوت مهم جدا جدا للناس اللي بيكون عرضه للكانسر، لان ده بيسموه تيومرس نيكروزس فاكتورز، يعني ده بيعمل لك نيكروزس للنيكروزس يعني موت الخليه اللي بتبقى بتاعت التيومر. فبصراحه بيبقى وحش الناس اللي عندها فيروس انفكشن زي تي بي والفاجنال انفكشن برضو اللي هي الاوبورتونستيك اللي بتستهب. يعني انا دلوقتي ضعفت المناعه بقيت عرضه لاي ديزيز بمعنى صح، خلاص كونتر انديكيشن للناس اللي عندها مالجنانس او ريسك اتيت، يعني ده مستحيل اديله حد اصلا كان عنده عرضه قبل كده للكانسر، لان بصراحه انا وقفته اللي هو كان اصلا بيموت لي الكانسر، فالكانسر هيبدا يطلع عندي، فطبعا ده كونتر انديكيشن ليه. طيب هيقول لك اكزامبل عندي زي اللي هو ادينو باب، اديله باب كان بيقول لك خد ماب، خلاص ده عباره عن ريكومندد مونوكلونال انتي بودي، بيروح يعمل سبيسيفيك للهيومن تي ان اف الفا، يروح يمسك فيه بصات فيه هو ذات نفسه، يعمل لك انهبيشن للبايندنج والانتر اكشن ويز الايه بصات السيل ايه سيرفيس، يعمل لك الاثنين، يعمل لك يمنع لك يروح يمسك في التي ان اف الفا، يروح يمسك في التي ان اف الفا اللي هو التيوبيوس نيكروزس الفا دوت،
ليه هو ذات نفسه، فيمنع لك التي ان اف اللي هو يخش جوه الجون يمسك فيه الريسبتورز. خلاص يبقى دي مبدا للمودريتد والسيفير، للناس اللي عندها مودريتد، وده بيبقى عباره عن مونو ثيرابي او كومبانيشن مع الميزوتوكسين. بعد كده بالصلاه والسلام الانفلوكسيماب ده نوت انديكيشن مونو ثيرابي، ما ينفعش اخده لوحده. ده بيتاخد اي في انفيوجن لمده كل 8 ايه اسابيع، افري 8 ويكس. الادينوماب والانفيلوماب ده اديشن انديكيشنز. خلاص ممكن بقى بالصلاه والسلام عندك انديكيشنز انكلودد، ممكن يديك اعراض تانية زي مثلا يعمل لك كورونس ديزيز، يعمل لك ارثرايتس، كولونايتس، لك انفلميشن في الايه جي اي تي، الكلايزس بونايس، كل الحوارات دي بيصير يعمل لك ايه انفلميشن، ويعمل لك زي تاكل في الجي اي تي، ويعمل لك ارثرايتس، ويعمل لك السرز في الجي اي تي انسو. طيب بعد كده بس بقى تشتغل على الريسبتور ذات نفسها اللي هي الاي 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 تاني ريسبتورز. التاني ريسبتورز ده بالصلاه والسلام برضه بيعمل لك انهبيشن للتي ان اف انهبيتور. طب ازاي؟ ده عباره عن بيولوجيكال، بيروح برضه يمسك في التي ان اف الفا انهبيشن. ده صنعته ازاي؟ عن طريق جيناتيك ايه انجينير اللي هي البايوتكنولوجي بمعنى اصح، وده فولي هيومن ريسبتورز. يبقى ده شبه بالظبط الريسبتورز بتاع الهيومن ذات بايندينج تو التي ان اف، يعني هو ده بيروح للريسبتورز اسمه كده، هو همسك في الريسبتورز بتاعي، يعمل لك بلوكينج الانتر اكشنز بتوين ويز ذا سيرفيس اوف التي ان اف مع الايه الريسبتورز، يعني منعلك هو راح مسك في الريسبتورز اللي كان بيمسك فيه التي ان اف، فبصاصه منعت لك اللي هو التي ان اف يقدر يخش عندي. يبقى واحد كتف لك التي ان اف، وواحد راح مسك في الريسبتورز اللي كان بيمسك فيه التي ان اف، فلما انا قعدت مكانه فالتي ان اف مش هديك اي اي افكت. ده بيقول لك الدراج ار سوليبل ماشي. بصراحه بيقول لك الدراج اكت از سوليبل تي ان اف ريسبتورز، بيعمل لك بايندنج تو تي ان اف ريسبتورز، بيروح يمسك فيه ذات نفسه، وده بيستخدم في المودريتد والسيفير، ممكن استخدمه لوحده او كومباينيشنز. ده بيقول لك ممكن اديله سب كيوتينس توايس ا ويكلي، يعني كل مرتين توايس ا ويك، مرتين في الاسبوع، وجنرال بيحصل له الايه توليرانس بالسرطان، يعني بيبقى حلو وهكذا، يعني مش 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 موجع ان صوم. تمام. اللي بعد كده عندي بالصلاه اللي هو الريتيوكسيناب. خلاص الريتيوكسيناب ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيشتغل مينلي، مهم جدا، للبيتا ليمفوسايت. ده مين الليمفوسايت؟ يبقى ادينو ده بيشتغل لمين؟ بقول لك اديله، اللي بقول لك ايه اديله، خلاص هديله ايه بقى بالصلصه اهي؟ قال لي لا ده بيشتغل على تي ان اف الفا. طيب اللي هو الانفكس ماب ده بالصلصه برضه بيشتغل على تي ان اف الفا. الاتينو ريسبت دوت هيشتغل على ريسبتو ذات نفسه، خلاص. وبعد كده الريتوكسي ماب ده بالصلصه بيشتغل على البيتا ليمفوسايت، خلاص، اللي جاي من البون مارو، يعمل لك ايه؟ يعمل لك ليها انهبيشن. طيب بيقول لك هنا في الناس اللي عندها روماتيز ارترايتس البيتا سيل بيحصل لها طبعا بتخش في الانفلميشن، بتطلع لك انتي بودي، بتطلع لك انتاكيونز، بتطلع لك التي ان اف اللي هو تيوبراس نيكوزس فاكتور، بتطلع لك اكتيفيتور سيل، كل الحاجات دي بتطلعها لك. فلو وقفت البي سيل وقفتها خلاص، ما عملت لها انهبيشن، فبساطة كل الحاجات دي مش هتطلع عندي. ده بيقول لك برضه بعمله بجيناتيك بص اي حاجه بيولوجيكال بعملها بجيناتيك ريكومنديشن انجينيرنج اللي هي بايوتكنولوجي مونو كلونال انتي بودي، يعمل لك برضه الاول ان هو بس سام بيعمل لك دايركت ايجنت، خلاص، دايركت اجينست ذا سي دي 20 انتيجنز فاوند اون ذا سي بي، يعني بس سام هو راح بيمسك في السي بي السي دي ريسبتورز سي دي 20 موجوده على البي سيل ديت عندها ريسبتور ده، هو بيروح يمسك فيها ويعمل لك ايه؟ يعمل لك ديبليشن للبي سيل اللي موتها لك بمعنى صح، وبس سام مش هيخليها يحصل لها اكتيفيتي وتطلع لك السيتوكراينز وتعمل لك اكتيفيشن للتي سيل وهكذا، يعني عملت ضعفت المناعه بتاعتي. بتاخده اي في انفيوجن لمده 4 ل 6 شهور عندي، وممكن استخدمه استخدمه كومباينيشن عامه مع الميسوكس للناس اللي عندها مودريتد او السيفير. اخر دراج عندي بقى اللي هو الانا كينرا، خلاص الانا كينرا ده بيشتغل على الانتاكيونز الواحد ايه بيتا ريسبتورز، يبقى ده اجونست للريسبتورز، ده بيستخدم ليد تو مودريتد ريدكشنز السيجنال برضه بتاعه المودريت، كلهم نفس الكونسبت، انا بوقف المناعه، بس واحده هيوقف لي بي سيل، واحده هيوقف لي بالصلاه انتاكيونز، واحده هيوقف لي تي ان اف، واحده هيوقف لي بالصلاه سلام تصنيع ديني اصلا من نفسه من الاساس ان سو. خلاص الناس اللي عندها سيفير او مودريتد ده طبعا لما بوقف في تصنيع الدي ان ايه والكلام ده كله او الانفلميشن، فهيكون عندي النيتروفيليا نقص في اني عدد النيتروفيل عشان ضعفت المناعه. نوت فريكوانسي يوزد ان تريتمنت اوف الريسمايتس شورت اكتنج، ليه ما بقتش بستخدمه حاليا؟ عشان هو شورت اكتنج، محتاج بستخدمه مره يوميا، وبصفه بيحصل له انجكتبل، يعني انت كل يوم محتاج تقعد تتحقن، وده اصلا الروماتيزم والارثرايتس ده كرونيك ديزيز، يعني تخيل كده البيشنت هيقعد يتشكشك كام مره عندي. فبصفه طبعا ما بقاش بيستخدم حاليا لان بسبب الحاجه الوحشه اللي هو كل شويه محتاج ان انا اقعد اعمل له انجكتبل، ما اقدرش اخده ايه اورال. وطبعا كل البيولوجيكال ديزيزز موديفاينج ارثرايتس دراج دي بتبقى كلها اكسبنسيف عندي وغاليه بصراحه. انا بنزل تعالى نعمل الفيديو ده
ملخص اللي احنا قلنا عليه ده كله، بيقول لك الديزيز موديفاينج انتي اكسلايتس دراج هي عباره عن ايه. عندك بص انا جاب لك الموليكيول زي ما انت شايف كده بيوريك الاستراكشر بتاعها. ما علينا، اول حاجه عندي الميثوتريكسين ده بيعمل لك نون بايولوجيكال، ده مش بايولوجيكال خلي بالك، لا مش باخده من الجسم، ده حاجه انا صنعاها، وده بص بيكون من اللي بيستخدم ليه الايه ليه الكانسر، وبيصاصا بيشتغل على الايه الجوينز اللي عندي، بيروح يعمل لك ايه، هو شبه الايه شبه ال إيه اللهم صل عليك يا سلام، ده بيقول لك الشخص اللي اخترعه شبه الفوليك اسيد، ما يهمنيش كل الرغي دوت، المهم اللي هو شبه الفوليك اسيد، فيمنع لك تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه، وعرفنا السايد افكت الايه بتاعته اللي هو ممكن يعمل لك انفلميشن اريتيشن وهكذا، وطلع اللي هو بيعمل لك افكتيف في الكوزميتايتس، وعندك منه ممكن يبقى برودراج بس دي مش عندك، يعني بيحصل له اكتيفيشن جوه الجسم، البرودراج اللي انت خدته اللي هو السلفا سلازين ميوتشوال برو دراج بالسلطه النبع عليه افضل الصلاه والسلام. وده بيوضح لك ازاي عمليه الفوليك اسيد بتتصنع، وبصاصا بيوضح لك ازاي بيحصل لك كومبيتيشن ما بينهم هما الاثنين، وازاي بيعمل لك يعمل لك انهبيشن لتصنيع الفوليك اسيد، ويديك بصاصا يعمل ايه الله يسلمك سبب الافكتيف بتاعتي وهكذا تمام. الفوليك اسيد كل الحاجات دي بيوضحها لك تمام. بعد كده الدواء اللي بعد كده اللي هو 5 امينو اميدازول يعمل لك انهبيشن لل هو كل ده عامه بيتكلم على الميسوتوكسين ايه سيرابي. قال لك الان سيت طبعا ده بيعالج السيمتومز بتاعتي، اما ده اللي بيعالج لك الايه اللي عم يمنع لك الاشيفنج او البروجريسنج بتاع الايه الديزيز بصراحه النبي عليه الصلاه والسلام. الميسوتوكسينز مع الاذر كان كومبليت ريميشنز للايه السيمتومز، يعني الاثنين مع بعض كومبينيشن اللي بعمله، فبحتاج اعمل كومبينيشن بيعمل لك ممكن يشيل لك السيمتومز كلها والاعراض اللي عندك وهكذا. ايه سايد افكت عندك ده مين اللي بيتكلم على الميسوتوكسين، بيعمل لك ممكن يعمل لك راش او ستومك ابسيت، وممكن يعمل لك سيفيرتي بون مار ودبريشن، وكمان هيباتوتوكسيس. دي الحاجات اللي بيشتكي منها الشخص اللي عندي، وعرفنا ليه، لان هو بس بيعمل لك كومبيتيشن مع الفوليك اسيد اللي انا اوريدي ايه محتاجه عندي. ده بيوضح لك ازاي بيحصل معاه السيركيليشن مع البلاد، وازاي بيحصل لك كومبيتيشن و50 من 100 انصون، وبيوضح لك بس بيعمل ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعته وهكذا. الميثوتريكسين ما ينفعش ابدا ابدا اخده مع اي بريجننس عشان يعمل لك ابورشن، وبيتاخد اورال عادي. يلا نشوف الفيديو ده ملخص لك برده الحوار براحه جدا وجميل جدا، ايه هو الهدف بتاعي في الروماتايتس تريتمنت، ان انا اقلل الانفلاميشن اللي عندي. انت شايف كده عمل لك زوم على الجوين بتاعتك، اتفقنا في السمول جوين، انت شايف كده دي الكارتج بتاعتك دي الطبيعيه بتاعتي، والروماتايز تريتمنت بقى بتاخد النسيد اول حاجه، وبعد كده اخد كورتيكوستيرويد عشان بس اقلل لك المناعه اقلل لك الانفلاميشن، بعد كده اخد اللي هي بقى ليها علاقه بالروماتيزم ذات نفسه. طيب هيوضح لك ازاي اللي بيحصل عندي، اللي انت ماشي عندك الماكروفاج موجوده جوه الجهاز المناعي زي ما انت شايف كده بالصلاه والسلام، عندك حاجات بيولوجيكال وحاجات سينثيتك، وعرفنا ايه الحاجات البيولوجيكال اللي بتشتغل على انها توقف لك التي ان اف ذات نفسها، توقف لك التي سيل، توقف لك البيتا سيل، كل الكلام ده بالصلاه والسلام. ده انت شايف ده اللي هو التيومر نيكروزس فاكتورز، انا جيت اعمل له انهبيشن اعمل له انتي بودي مونوكلونال يروح يمسك فيها يعمل لك انهبيشن دايركت ليه على طول. ده كده حاجه بيولوجيكال تمام، ده كده اول ميكانيزم عندي بالصلاه والسلام بالنسبه للايه ليه البيولوجيكال اللي عندي. طيب ايه كمان بصاصه ممكن اوقف لك الايه الماكروفاج، ممكن اوقف لك التي سيل، ممكن اوقف لك البي سيل، ممكن امسك في السي دي في فوق 8، كل الحوارات دي بصاصه بيقول لك ليها ايه انهبيشن زي ما انت شايف، بمنع لك ريليزنج اوف السيتوكاينز وبصاصه تي ان اف والانتركيونز اند سو اون، فلذلك قللت الايه المناعه دي ليها علاقه بالبيتا سيل، هيروح يعمل لك ايه للايه للبيتا سيل بصاصه اللي اتفقنا خلاص واتكلمنا عليه اللي هو كان ليه اسم كده مش فاكراه اسمه ريوتي مش عارفه ايه ماب. المهم ده بصاصه بيعمل لك للايه للبيتا سيل، البيتا سيل اصلا تعمل لك اريتيشن وتحفز لك الاجهزه المناعه الثانيه وتطلع لك الانتي بودي وتطلع لك تعمل لك اكتيفيشن للاذر ايه بالصلاه والسلام سيل، فلذلك انا بعمل لها ايه بعمل لها انهبيشن او سبريشن، فبالصلاه والسلام هتقلل لك المناعه وكاني قضيت على الانفلميشن والاريتيشنز كل الالام. ده انت شايف كده بالصلاه والسلام ازاي الجوين عندك عامل خلاص، وازاي عندك الانفلميشن بوظ لك الايه الجوين بالصلاه والسلام، ما بيقدرش يحركه ويكون عنده اريتيشن فظيعه والم فظيع عندي تمام، وكمان تاكل زي ما انت شايف كده العظمه عماله ازاي بقى تتاكل عندي بالصلاه والسلام ومش قادر يتحرك معايا. اوكي زي ما انت شايف كده يورم وممكن يؤدي الارتفيشال في الجا اللي انا اعمل له ارتفيشال ايه جوين او ارتفيشال مين يعني ركبه صناعيه، ربنا يعافينا الحق لا اله الا الله يشفي الجميع. اذا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعد ابدا. شرحنا المحاضره في الاول سمعي سريع للحاجات اللي فيها وعرفناها وفهمناها، وبعد كده قرأنا السلايد وعملنا سمعي كذا فيديو جايب لك ازاي بقى الحاجه من طبيعيه، وعشان ما تقدرش تبقى بقى مش محتاج تعمل اي حاجه ثاني خالص، يعني مش فاضل منك اي حاجه خالص، يعني حفظنا ان شاء الله باذن الله وفهمنا وعملنا ايماجين وبالصلاه شفنا الحاجه على طبيعتها باذن الرحمن، ربنا يا رب يجعله فايده. ما فهمش اي بوينت بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم امانه عليكم، تقولي لي تحت في الكومنت او تبعتولي في الميل او تبعتولي في الفورم في ايا كان الوسيله، بحيث اللي ان شاء الله باذن الله هتهلكوا مره واتنين وتلاته. المهم ما تسيبوش حاجه غير وانتم فاهمينها باذن الرحمن، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، ما تنسوش من صالح دعائكم فنحن في اشد الحاجه للدعاء، ما تنسوش صلى النبي عليه الصلاه والسلام ربنا معانا جميعا، ما تنسوش تدعوا لاخواننا المستضعفين في جميع انحاء العالم، ربنا ينصر الاسلام والمسلمين في جميع بقاع الارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.